كريم زيزي مرشد وطني. المهم جيت نحضر لهاد الجمع لان بان ليا بالله كاين بزاف ديال المسائل اللي تحسنات في الطبيعه ديالي. ما كنتش تنجي لان كانوا شي مسائل اللي ماشي الواحد يجي يحضر فيها، لان كانوا بزاف ديال الحوايج اللي ماشي هما هذوك. ولكن الخبر اللي جاني من عند بعض الزملاء اللي معايا تيزاولوا معايا في الفندق، قالوا لي راه كاينين مسائل جديده، وحضرت اليوم وتفاجات بهاد المسائل هذه لاول مره من بعد سنين طويله في الارشاد في مراكش. حوايج اللي تيبشروا بالخير، وتنظن بان هاد الجمعيه غتمشي مزيان، وراه غادي القدام وتدير شي مسائل اللي غادي ترجع بالنفع على هاد المرشدين هادو. وحنايا كمرشدين بتجربه وبالحنكه غادي نتعاونوا معاهم ان شاء الله باش يوصلوا باش يزيدوا القدام وباش يصلحوا هاد المهنه، لان بزاف ديال الحوايج كاينين اللي خاصهم يتقادوا، واللي مهم هي كما تيقولوا الفرنساويين هي انديبياتو.